صباح الخير يا اغلى حاجه في حياتنا، وحشتونا قوي. قبل ما نبدا الفيديو سبسكرايب في القناه وفعلوا زر الجرس وكومنتات كتير ولايكات اكتر، وتابعونا على انستغرام صندوق الوصف. كل يوم فيديو الساعه 12 الظهر، وصل الفيديو ده ل 20000 لايك. النهارده احنا هنفطر فطير بالجبنه التركي والجبنه الكيري. بصوا شكله حلو ازاي، انا جربته قبل كده وعجبني قوي، بس محمد اول مره يجربه. كمان عملت له ساده من غير اي حاجه علشان لو ما عجبوش ياكل بالعسل وبالجبنه البيضاء. وتعالوا اتفضلوا معانا دلوقتي يا جماعه. محمد نزل صلى الجمعه وجاب لنا كمان لعبه مكه اللي هي البيت بتاع الكور، اللي انا كان نفسي اجيبه لها من زمان بصراحه، بس اول ما شفته كنا قاعدين لسه في المعموره وما كنتش شايفه اجيبه لها اهي، بس لما رجعنا بيتنا كان نفسي بصراحه اجيبه لها من زمان. محمد جاب لنا، تعالى افتحوه مع بعض. بسم الله. واو بص الكور دي صغيرة ازاي؟ اللي عندي انا عندي كور تانية. واو الله بص الكور حلوة قوي. بص الكور فرحانة يا مكة؟ دي مين كورة؟ كوكي. الله تعالى افتحوا البيت. سيب مكة تلعب في الكور وانتي افتحي لك. مكة فرحانة؟ هي لسه فرحانة بالكور بس لما جبتها في البيت. والله بعد كده بتفتحي ازاي؟ اهو بس كده انا خلاص. واو حلو قوي. شيل الكرتونه بقى اللي تحت. الله حلو قوي يا محمد. محمد جيب وشه كده. انا ده وشه. ده وش. خلاص ماشي. افتحيها بقى افتحيها. الله حلو قوي. محمد انا هدخل اقعد مع مكه هنا. ايه؟ هدخل اقعد مع مكه هنا. طب دخلي لها الكور كلها جوه بقى. تعالي يا مكه نزلي مكه الاول. انا تعالي ادخلي جوايا. يلا كوكي ربط كده تقريبا معايا عشان لو عاوز ترفعها على طول. تمام سيبها بس كده، سيبها كده خلاص. دخلي مكه يلا. يلا يا مكه ادخلي جوه. خدي انزلي. الله عاملين الكور كلها. طب يلا يلا مكة خليك وش مكة. انا بحسبه كبير والله، بس حلو حلو المكة على قد مكة بالظبط. حلو قوي يا حمد. ايه يا مكة؟ ايه؟ مبسوطة؟ مبسوطة؟ جميل خلي بالك ده. حلو قوي. العب يلا بالكور يلا. مكة بتطلع لسانك؟ مكة انتي رايحة فين يا مكة؟ انتي عايزة تلعبي هو مرة مكة؟ لا ادخلي جوا كوكي. كوكي ادخلي جوايا. ايه ده؟ يا مكة هي فرحانة بالكورة وعايزة تلم الكورة. او انا هجيبهم لك. ايه كلهم جوا يا مكة كلهم جوا يا حبيبتي. يلا يلا ندى ارفعي لها دي كويسة. ندى انت مش ظبطها، هي بتبص عليك. مكة يا كوكي الكور كلها ايه؟ تعبي بالكيس يا مكة؟ يعني انا جايب لك الكيس يا مكة ولا جايب لك البيت ده يا مكة؟ انا كان نفسي يبقى عندي واحد وانا صغيرة. والله؟ والله. اهي دخلت. هي سيبيها سيبيها. ايوه. محمد انا عندي كور تانية اجيبها لها برضو؟ ده لسه في كور تحت 20 كور تحت انا ده. والله؟ الله
مكة. مكة. مبسوطة؟ تعملي ايه يا مكة؟ مكة. وانا صغنطوط كده قدك لو كان عندي بيت شبه ده ما كنتش طلعت منه والله. هيا مكة؟ وانا صغير مكة مش معايا. طلع لسانك. باي باي يلا قولهم باي باي. شطورة. كور تانية هي مكة. الله. كورنا أقوى من التانية. بس التانية أقوى. القديمة اللي الجديدة أقوى. بتاعتنا احنا أكبر بس خفيفة. بص دي أقوى. بس هي عليها زي كورة. رسمة الكورة. بص فرحانة. مكة مبسوطة. وصل عسل يا ناس. لو كنت اعرف كنت جبتلك من زمان والله يا مكة. ايه اجي معاكي؟ قلتلك ادخلي معايا لو ينفع يا مكة. ما كنتش سكت. كنت طلعتك انت وقعدت انا مكانك. مكة ايه ايه انا مبسوطة بيه عشان يا رب تسهى بيه بقى وتبعد عني. بس ده تسهى بعيد عني خالص. مكة ايه رأيك؟ صح؟ ايه رأيك؟ حب كوكي كوكي. الكرة التانية بتمسكها بايديها الاتنين، دي عشان صغيرة بتمسكها بايديها الواحدة. حلوة يا مكة؟ مكة كوكي. استنى كده بقى نقفله ده خالص. تقفل البيت عليها؟ ليه؟ كده شوف هتعمل ايه؟ هتبقى عايزه تطلع ولا لا؟ خليها تلعب خليها تلعب. طب استنى. احسن حاجه ان هو في فتحات علشان تتنفس. جميل. ومحتاج كور تانيه ولا حلو قوي؟ لا هو جميل قوي كده. هي انا بص انا كده اهو هنا خلاص. مكة يا مكة مبسوطة بيه قوي على فكرة. بابا نعم. ايه مكة اجي العب معاكي؟ لا خلاص مش جاية. خلاص خلاص مش جاية. انا اسف. مكة اجي العب معاكي يا مكة. استنى. ايه ايه متنفسه دلوقتي؟ لا دي مبسوطه. ايه فرحانه في ايه يا بنت؟ بس مكة ايه الحلاوه دي كوكي؟ مكة محمد هي تبقى مبسوطه فيه وتحب تقعد فيه على طول ولا هو اخره يوم وخلاص؟ لا لا هي هتحبه كل حاجه وعايزه معاها كيس شيبسي كمان بس مش تطلع من البيت ده خالص. البلاش شيبسي كمان. يعني الكور دي وكيس شيبسي كمان مش هتصوت تاني ولا تعيط. هتنساكي خالص. ايه ايه لا 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 مش كده. بس هو اول ما فتح في كوره تحت شكلها. اول ما فتح فجعني فجعه. والله خبط في وشك. حاجه نطت في وشي انا اتفجعت. انا استغربت والله. اول مره افتحه قدامكم. فتح مره واحده انا لقيت وشي مش عارفه ايه اللي حصل. عايزه افهم ايه اللي حصل مش فاهمه. يا مكة يا بابا كده بقى حضر لك غدا بقى النهارده. هظبطك غدا. مكة بتديني بوسه. بتديني بوسه يا مكة. الله. وانا لا هي كده بتدي شكرا يا بابا. وانا كمان. انا عايز واحده كمان. عايز واحده كمان. اديني بوسه يلا. خلاص يا العسل. بتقولي ايه بقى؟ بقولك النهارده بقى هظبط لك اكله كده بقى بمزاج. مكة مش معايا في المطبخ. هظبط لك اكله بمزاج النهارده. يلا بينا. يلا بينا. حمو النهارده هعمل لك اكله كان نفسك فيها. ايه بقى؟ الشيش طاووق. والله والله العظيم انت كان نفسك فيها. النهارده حضرت طاووق
وحضرت الفلفل الالوان، فاضل بقى بس هقطع البصل. وانت كمان بتحب البتنجان؟ البتنجان المقلي هقليه دلوقتي. وهنا كمان هعمل لك المكرونه اللي انت بتحبها بالصلصه كتير كده. الله، عايزه ملصلصه كده. وطحينه وبطاطس محمره، واكل حلو النهارده ان شاء الله. يلا بقى نحضر الشوي، يلا ونشوي مع بعض. يلا بينا. هو ده بيتشوي؟ ما هو هولع الشوايه دلوقتي، هحطه في السير وهحط في الشوايه. والله اهم حاجه تحط السير ده في ميه سخنه عشان ما يتحرقش. تمام، مده 5 دقايق. يلا بينا نحضر الشوي. بصوا يا جماعه، مكه بتعمل ايه يا مكه؟ حضرت لها شفت في الطبق وقعته ازاي؟ انا قلت لك مش هتطلع من هنا. شيبسي مش هتطلع تاني. هتخليها تقعد هنا على طول. يا مكه بتعملي ايه؟ ممكن تديني واحده؟ هاتي واحده، هاتي يلا واحده. هاتي. رجعتي بكلامك ليه؟ دلوقتي يا جماعه حطيت حبه زيت على الشوايه وهعملهم كده علشان يسخنوا جامد، عشان هي بترتش عليه مش عارفه اتكلم بصراحه. بصوا شكل الشيش اهو بعد ما خلص. بصوا شكله تحفه والله. العظيم شكله تحفه. هي ده بقى اللي اخر حاجه معايا، ما كانش فاضل معايا بصل فلفل الوان، مش مشكله عملته كده خلاص. لازم يسخن جامد. بص الهواء الدخان اللي طالع منه لازم تكون ساخن جامد علشان ما تنزلش الميه تحت اهي. شوف لازم تسمعوا انا كده مش هقدر استحمل. خلي بالك قلبي الضعيف لا يستحمل. مين هنا بيحب الشيش طاووق؟ يعتقد يعني الناس كلها بتحبه. جميل. كمان في اللي هو الفلفل الالوان ده مغذي قوي للاطفال. شوف الشيش ده بقى ممكن عليه كده. ايه الجمال ده؟ اول ما تاخد ايه؟ لون يعني بصي تحمر كده، تبدا تحمر كده. تقلب بس لسه شويه عشان ما تنزلش الميه. بصوا يا جماعه قلبتها كده، بص احمرت ازاي؟ تقلب على كل جنب شويه. دي لسه. بصوا كله جنب شويه كده. دي اللي زعلانه منهم، قاعده لوحدها ازاي؟ بس بصراحه الريحه والله العظيم جوعتني. حلوه؟ والله العظيم جوعت، مش قادره خلاص. وانا ما فطرتش كمان غير بسيط عشان اكل الاكله الحلوه دي. والله تسلم ايدك والله. دلوقتي الاكل خلاص خلص اهو. بصوا الشيش طاووق خلص ازاي؟ بصوا حلاوته. بصراحه انا ما قعدتش استنى، ما رضيتش استنى انا ومحمد وقعدنا ناكله ده ازاي؟ صح؟ طعمه حلو قوي والله العظيم، تحفة. والله نزل في قلبي والله. والهنا والشفا. عايزين تحمروا اكتر من كده ماشي، بس انا عندي محمد بيحب الحاجة طرية شوية. دلوقتي يا جماعة مكة نامت، انا موطية صوتي عشان لو سمعت صوتي عيا هتصحى تاني، وكانت فرحانة قوي بالبيت، قعدت تلعب فيه مع الكور لحد ما تعبت ونامت. وده شكل الاكل بعد ما خلص. اتفضلوا معانا. مين هنا بيحب الشيش طاووق؟ ويا رب يكون الفيديو بتاعي النهارده عجبكم. متنسوش تعملوا سبسكرايب في القناه وتفعلوا زر الجرس وكومنتات كتير ولايكات اكتر، وتابعوني على انستجرام في صندوق الوصف كل يوم فيديو الساعه 12 بالظبط. وصل الفيديو ده ل 20,000 لايك. باي.